قضاء الله عز وجل. إذا أنت عندك اليقين أنها حبة من خردل تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، بمعنى أنك أنت كلك لا تغيب عن عين الله عز وجل طرفة عين، بل سبحانه وتعالى يعلم سرك وأخفى من سرك. هناك يتربى في الدري مراقبة الله عز وجل، وليد ربيتي فيه مراقبة الله عز وجل، وربيتي فيه اليقين على أن الله الذي يراقبه هو الذي يرزقه. كي غيكبر الدري بالله عليكم بغيتوا تشوفوا أن ما هذيش بحال الوليدات، بحال الوليدات اللي شفناهم في الأيام هذه، ما تباه وما تتمو وما تتعائلته وما تتكذا، اللي كيجوا عنده تيوقفوا كيقول لهم الله يرحمهم إن شاء الله يكونوا شهداء وإن شاء الله نتلقى معهم في الجنة، وإحنا راه رابحين وما خارجينش من أرضنا. منين غتجيب هذا الشيء لما جبتيش بعقيدة؟ هذه عقيدة، هذا يستحيل تقول لي هذا كاين في مقرر ديال المدرسة أولا كيدقوه بروات أولا كيشربوه في الماء. وبالمقابل العقيدة الفاسدة حدهم كيسمعوا ديك وي اللي عندها 4 شهور تتولد، وكون كانوا كيتوضاو باش يصليو اليقين التام خص كلشي فيهم يعاود الوضوء، هادشي لا بقى بلاصتو. عقيدة هادشي لا خصو يتغرس في الوليدات. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.